يطل علي مشهد البحر، يحاورني، يدعوني كي أمسك بالقلم وأسجل حكايات. وفعلا كتبت إيميلي نصر الله حكايتها الأخيرة ورحلت فوق بحر بيروت كطيور أيلول. هي إيميلي أبي راشد واحدة من أهم النساء في تاريخ لبنان، هي الأديبة الكبيرة والمعطاءة، ابنة بلدة كفار الجنوبية. 87 عاما عاشت واستحقت عمرها، فهي أول روائية لبنانية تصل إلى العالمية. كتبت مكتبة للصغار كما للكبار وحصلت على جوائز عديدة. أول رواية لإيميلي نصر الله كانت طيور أيلول التي حازت على 3 جوائز أدبية. هي صاحبة الينبوع وروت للأيام ومحطات الرحيل وأوراق منسية وصاحبة غيرها من قصص الحب والحياة. تأثرت إيميلي بجبران خليل جبران وميخائيل عيمة واشتهرت بأسلوبها السلس. كتبت للهجرة وللحب وناضلت من أجل المرأة، حيث تدرس رواياتها في المدارس للأجيال الصاعدة. المرأة لم تكن تأخذ حقوقها إن كان في السياسي وإن كان في المجتمع، فكان عليها أن تناضل وتجاهد في أكثر من مجال حتى تتقدم، وتقدمت، والحمد لله أني وصلت إلى هنا إلى لغات أخرى وإلى حضارات. تزوجت إيميلي من الكيميائي فيليب نصر الله من زحلة وأسسا عائلة من 4 أولاد. هي هذه المرأة الشامخة كالأسطورة والتي تحدت المعاناة مع المرض. إنها فخر لأدب لبنان وتاريخه. إنها إيميلي نصر الله.